الاجتماعي بمدينة العرائش. هو كينطوي في إطار التكوين اللي خدتها الهيئة وجا في إطار منطلقات قانونية ودولية سواء دولية أو وطنية اللي كينص عليها الدستور المادة الدستور مادة 12 و13 و14 وكذلك الفقرة الأولى من المادة 133 اللي كتنص على إحداث هيئات استشارية بيناتهم هيئات المساواة. إذا نحن اليوم كنتواجدوا في هذا الإطار هذا. بالنسبة للمنطلقات الدولية كما كتعرفوا اللي صدق عليها المغرب راه كاملة الاتفاقيات الدولية راه معروفة. بالنسبة لخصوص الموضوع ديالنا اللي هو الرأي الاستشاري بنيناه على في إطار مصوغة اللي موجودة في دليل المساطر اللي حدثها الوزارة في التفعيل ديال الهيئة. هذه المصوغة هذه عندنا غادي نسرد عليكم الرأي الاستشاري اللي هو موضوع الرأي الاستشاري وإنشاء وتأهيل المرافق الصحية بمدينة العرائش. طبيعة رأي استشاري بناء على برنامج العمل الهيئة ماشي بناء على طلب من الرئيس. هذا الرأي الاستشاري هذا كيدخل بأن الهيئة هي اللي صاغت هذا الرأي هذا الاستشاري، رغم أن ممكن أن الرئيس يقدمنا آراء استشارية اللي حنا نعطيو الرأي ديالنا فيها كما جا في الدستور وفي القانون التنظيمي 113/14 المادة 120. بالنسبة للرئيس الاستشاري هذا طبعا هو الرئيس الاستشاري الأول. المراحل ديال المعتمدة في سياق الرئيس الاستشاري ما جيناش بنينا رئيس الاستشاري عبثا، منا مجموعة من الاجتماعات لا داعي لديك التواريخ أو لا باش نظرا لذاك الوقت، كذلك منا مجموعة من التكوينات وعملوا على تقوية القدرات ديال الأداء ديال الهيئة.